النظام الأموي كان يعامل الناس كعبيد، والناس رضخوا لهذا الواقع، قبلوا بهذا الواقع. الوليد كان يقول: إن الناس عبيد لنا، مسلم ابن عقبة هذا بعثه يزيد إلى المدينة من كثرة ما أراق من الدماء. الناس سموه مسرف ابن عقبة، جاء إلى المدينة وقتل الناس وأجرى الدماء في حرم رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أخذ البيعة من الناس ليزيد ابن معاوية لعنة الله عليه، البيع على نفوسهم ودمائهم وأموالهم. أخذ البيعة منهم، راجعوا التواريخ، على أنهم عبيد ليزيد ابن معاوية، يبيعهم ويشتريهم. الناس بايعوا مسرفا على ذلك، على أنهم عبيد ليزيد. الوليد كان يقول: ونحن المالكون الناس طرا، مالكون هؤلاء ملك عبيد لنا، نسومهم المذلة والنكالة، نذلهم عبيد إلنا، نذلهم لا فقط عبيد. لاحظوا صحابيا أو رجلا كبيرا في المنظار الاجتماعي مثل عبد الله ابن عمر المشهور، هذا الرجل يأتي إلى الحجاج ويقول له، الحجاج عندما دخل مكة وفتح مكة يقول له: مد يدك لأبايعك، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من مات وليس في عنقه بيعة لإمام زمانه مات ميتة جاهلية أو ميتة الجاهلية. هذا الرجل الكبير اجتماعيا، فقال له الحجاج: إن يدي مشغولة، ومد رجله وقال: بايع مع رجلي. فقال عبد الله بن عمر: أتسخر مني؟ فقال له كلمة حادة، ما أذكر الكلمة: يا فلان، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لم يكن إمام زمانك؟ ما بايعته؟ ذاك الوقت رسول الله ما كان قد قال هذا الحديث؟ إنما دفعك إلى بيعتي عبد الله بن الزبير المصلوب فوق تلك الشجرة. هكذا كان الناس، ولكن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه الأوفياء علموا الناس قيمة الحرية في ذلك الظرف، لا فقط الناس في ذلك الوقت وإنما على مدار التاريخ. إن تقارنوا بين شيعة أهل البيت، شيعة الإمام الحسين وبقية الطوائف وبقية الفرق، تجدون أن تلك الروح التي تمثلت في قضية عاشوراء، هذه الروح موجودة في شيعة الحسين
وشيعة أهل البيت، روح الحرية. مسلم بن عقيل عندما عرض عليه الأمان قال: آليت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا. إذا دار الأمر بين الموت حرا والحياة في أغلال العبودية فالموت مقدم. الإمام الحسين صلوات الله عليه خاطب ذلك الجيش وقال لهم: إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. هذه الحرية التي تمثلت في قضية عاشوراء وتمثلت في أصحاب سيد الشهداء الأوفياء